والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى، ويتلو علينا ذلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، ونقيب القراء بمحافظة الفيوم، وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة. نأذن الله بدون التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير وكتبه ورسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا ربنا لا تؤاخذنا إن ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا الله لا إله إلا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أه
ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا واعف عنا
نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الله لا يخفى عليه شيء Mm-hmm.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الأمر الكهربائية للحاج السعيد وأولاده وعلى المقيمين من إنجواي.
مازن فراشة الكبرى قصر الضيافة المتمثل في جمال حلقة مورية والخدمات الفندقية الممتازة إدارة أولاد المنبي والمنبي من بيت الجواي وعلى تصوير الحفلات الدينية ورفعها لشبكة الإنترنت إدارة مهندس أحمد الجعبري إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا.